بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا هلا فيكم، الله يحييكم. هذه قطر بيت لكم مظلال، هذه قطر شمس بكم وهلال. يا داخل التاريخ سجلت التاريخ، شرع لك أبوابه، طرز لك أتوابه. مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين، نتواصل معكم في حلقة جديدة متجددة من برنامج الليوان ومن الحزم، هذا المكان المعماري السياحي الضخم. نتواصل معكم في حلقاتنا، حلقات برنامج الليوان، أنا والعزيز علي المري. مساكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله في حلقة جديدة، واليوم التاسع من هذا الشهر الفضيل. متواصلين معاكم في هذه المسابقة الجميلة اللي كل يوم قاعدين نشوف أحد يأخذ الدانة والحصباء، والأسف بعض مرات يطلع كرت خارج المسابقة. إن شاء الله بمشعل اليوم، توقع اليوم في أحد يأخذ الدانة إن شاء الله. فالكم طيب، تابعونا الليلة وإحنا مستمرين معاكم. والآن إحنا من الحزم ندخل استديو الحزم، تفضل. مالله مساكم الله بالخير من جديد مشاهدينا، وانتقلنا من الخارج وجينا داخل في هذا الاستديو. طبعا القيصر قاعد برا يسجل بعض الأوامر الموجودة عنده، مو مخليني في حالي. طبعا إن شاء الله نتمنى منكم، نذكركم في بداية هذه حلقتنا أن كل اللي سجلوا معنا في رابط البرنامج يحطون عيونهم على تلفوناتهم عشان إذا اتصلنا فيهم يردون بسرعة، ونطلب منهم أيضا الحماس والإجابة السريعة علشان ما يداركهم الوقت ويطلعهم برا المسابقة. وكل التوفيق و فالكم الدانة إن شاء الله. نأخذ معاكم أول سحب في حلقة الليلة، بسم الله. يلا القيصر، هلا يا مرحبا يا القيصر، هلا بسم الله. هوب هلا القيصر، ها في أوامر جديدة الليلة شيء الحين من عندك معك؟ ها هذه هلا سليم صادق، اتصلوا لنا في هلا إن شاء الله. أخبار؟ والله بخير جاكم. هلا أمور؟ هلا مساء الخير. مساء النور. برنامج الليوان من تلفزيون قطر. ايوه قصرين على صوت التلفزيون اول شيء. انا ما اسمع. ايوه قصرتي على الصوت. ايوه متى سجلتي في البرنامج؟ تقريبا من يومين. من يومين. انت وين تكلمينه؟ احنا من القطة. من القطة، حي الله هاللقطة. يلا الحين نركب القطار ونشوف اول سؤال، بسم الله. بس كان رطب شوي الجو برا شوي. ايه معاي بس احسن من البارح. الهوب يلا هوب. المنطقة الاقتصادية، نشوف اول سؤال يا هلا، نبي اجابة سريعة. بين الاديب وحسن حوار، اقول لحليم السعدية هي التي ارضعت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لي لا، خولة بنت الأزور هي من أرضعت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أنت مع حسن ولا مع الأديب؟ حسن يقول أرضعت الرسول صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية، والأديب يقول لا. أنت مع حسن ولا أديب بسرعة؟ ولا خولة بنت الأزور؟ أنا أقول حسن. حسن على حسن يلا، لأن حليمة هي أرضعت الرسول. صحيح. فزتي معانا ب 1500 ريال يا هلا. كملي نروح المحطة الثانية. كملي ها كثرت اليوم الثري. مطار حمد الدولي، نشوف مطار السؤال. مطار حمد الدولي، نشوف في مطار حمد الدولي. طب طب بسم الله نسمع. اوكي لا. اوكي عدل ولا مايل؟ يلا. الحسن البصري هو الغايل، يا ابن آدم إنما أنت أيام كلها ذهب. كلما ذهب يس. يوم ذهب بعضك، كل ما راح جزء من عمرك راح. هل هو اللي غايل الحسن البصري ولا خطأ؟ ممكن تساعدني؟
يا عدل يا عدل يا مايل. يلا بسرعة يا هلا. أنت تقول عدل. أنا أقول عدل وأنت إيش تقول؟ أنا أقول مايل. هو يقول مايل. ها شو تقولين؟ بسرعة بسرعة بسرعة. يلا يا هلا يلا. مايل. حطوها مايل. أنا قلت ليش؟ حسين يقول. لكن فزتي معانا ب 1500، نروح لسحب جديد. الحين ايه الحين اوكي اموري، جزاك الله خير. ها اوكي الحين؟ والله من ساعة في دويتش اني في طيارة. طايرة 18 ساعة، هوب. الجوهرة فهد الدوسري. الجوهرة فهد الدوسري دقوا عليها. الو. يا مرحبا يا الجوهرة. اهلين. معك برنامج الليوان تلفزيون قطر. مرحبا. من وين تكلمين الجوهرة؟ من الدوحة. أدري من الدوحة، من وين من الدوحة؟ من الريان. ريان، حيا الله أهل الريان، روحي أهل الريان، روح روحوا. الجوهرة. هلا. نبي إجابة سريعة ونبي حماس. هذا قطارك؟ وحدد المسار. حددي المسار. يلا. قطارة. محطة قطارة، نشوف كتارة. أول سؤال. بصوت الخليج الحين. إيه. هذا المثل، هذا مو مثل، هذا بيت شعر أو جزء من بيت شعر، لكن تحول مع الأيام إلى مثل. عصا العز لا تومي بها كل ساعة، غصبا على عيال النساء يكسرونها. عادل ولا مايل؟ مايل. عادل ولا مايل؟ يلا بسرعة. مايل. عادل ولا مايل؟ عادل. على كيفك، ما ادري انا. عدل. الجوهره خليش منتبهه، وانت فزتي معانا 1500 ريال. ركزي على الوقت الله يخليك. ايه. روح المحطه الثانيه يا الجوهره. روح. والله ما ها ما قصرت. عدل ولا مايل؟ هلكت والله ما قطع نياطي. محطه القصار. القصار. تقهوي. نشوف السؤال يا الجوهره. لا صب له. ما بي. مايل. يلا. ايه تكفون يا عرافه المعنى وخلافه. عندي خوي ثقيل نفس وخلاف ثقيل نفس، شو نقول؟ شنو عكس ثقيل النفس يا الجوهره؟ خفيف النفس. يا سلام. خفيف النفس. كملي روحي. صار معاش 3000 ريال يا الجوهره، والحين المحطه الاخيره. يلا والله تستاهلين داني. يلا ان شاء الله. يلا الله كريم. ها يلا نروح. نقول هوب هوب. الدوحة الجديدة. الدوحة الجديدة. محطة الدوحة الجديدة. نشوف سؤال محطة الدوحة الجديدة. خلينا نشوف. يلا خلينا نسمع صوت عبد السلام جاد الله. شكوت إليها طول ليلي بعبرة فأبدت لنا بالغنج درا مفلجا. الله. عيدوها ثاني مرة. شكوت إليها طول ليلي بعبرة فأبدت لنا بالغنج درا مفلجا. الجوهرة السؤال قيمته 2000 ريال، من القائل؟ قيس بن الملوح ولا عنتر بن شداد؟ أنا أقول قيس. عنتر بن شداد. ها والله ما أدري. ها الجوهرة بسرعة بسرعة الوقت. عنتر بن شداد. عنتر بن شداد. آخر شيء. ولا قيس بن الملوح. طيح عطوها قيس. اشتبهي. عطوها. تستاهلين 5000 ريال يا الجوهرة، عليش بالعافية. أيها. إن شاء الله. يلا نأخذ سحب جديد. كل من كنافة الأمير يا عنتر. أمس قيصر اليوم شنو؟ اليوم صار شخصية جديدة. أنا اليوم عنتر. بس ما ياب سيفه عنتر، وين سيفه؟ وين عطوه سيفه؟ الرأس جيبه من يبل وكرة ما يابه. أنا الوحيد اللي قدامك بالسيف، ما يصير يا مشعل. خالد الكعبي. خالد بن مايد الكعبي. كلمونا أبو وليد. وين السيف يبا؟ لا ما يصير. رمضان وخير. لا لا احلم احلم. وليد. الو. الو. هلا يا خالد. مرحبا. شلونك خالد؟ خير الله يسلمك. تعرف من اللي معاك ولا ما تعرف؟ اي والله عرفتك. شلون عرفتني؟ من صوتي. اي شلون بعد، ما يحتاج على اخفى الغمر. الله الله الله. خالد مو يتكلمني. من روضة الحمامة. هلا حي الله روضة الحمامة. أول مكالمة غزلية. خلني أتغزل مع الشعبي. مالك شيء. يلا
يا مرحبا يا خالد. خالد الله يرحبك. رحت شمال ولا للحين؟ والله توني معود. وين وصلت؟ بس العاد عودت المايل شني. الله يعطيك. حدد مسارك يا خالد. ابو وليد روح يا خالد روح. نبي اجابتك تكون سريعه ونبي حماس يا ابو وليد علشان تطلع حماس. بشيء الشاب الوسيم يبي حماس. ما اشفو غليلي اليوم. ها يلا فريق السودان محطة فريق السودان. خلي نشوف يا خالد. أول سؤال. أوه هذه والله صعبة لي أنا. عاد أنا ما أشوف التلفزيون عاد. الله الله فينا. متى وقع صلح الحديبية؟ 15 هجري ولا 20 هجري ولا 6 هجري؟ متى وقع صلح الحديبية؟ كم شنو الاختيارات؟ 15 هجريا ولا 20 هجريا ولا 6 هجريا؟ قيمة السؤال 3000 ريال وبسرعة يا خالد. 6 و15 و20؟ ايوه بسرعة 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 يلا. ايش رايكم عاد؟ اعطونا الراي. بينتهي الوقت. يلا يا خالد. انا اقول 6 وهو يقول 15. خالد يا وليد. يا ابو وليد عطك الجواب. يا ابو وليد ايش السالفة؟ الله يهداك. يلا ناخذ شعب جديد. هذا سيستم ما يرحم يا شباب يا اخوان. ها على طول. يلا يا ابو مشعل. ايس فاي درايفير فوم 6 زيبن اخت نويت سين. حلو. نوره علي العذبه. نوره علي العذبه كلموها. كلمونا نوره. كلمونا نوره. شو قبل الليله؟ الليله والله. على فكره ابو فيصل عازمني على العشاء وقلت له اخرها. قال لا انا ما لنا شغل فيك. اي ابو فيصل؟ حمد بن راشد. حمد بن راشد. حمد بن راشد بن عمير. ونعم. وقال لي لا ما لي شغل فيك. قلت يا رجال وقف ابو مشعل انا ويا ابو مشعل بنجيك. قال ما لي شغل فيك. احنا بنحط غبقتنا الساعه 12. شوف غيرها الساعه 12. ايه احنا نطلع من 12 ونص. من عندي لك اجازه. انت تروح الليله وانا الجاب. اكيد. أب. يعني تشيني واشيلك. ها ايه والله ما قصرت. مثل الدوام. اسماء حمد النعيمي. زين نروح. كفايه قد مكاني اليوم. نبطشي. قطع عني اليوم. لا دوام 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 لله. ايه بصمة. بعدين مشكلة انك على الهواء يشوفونك وين رايح. لا ما عليه ما عليه. هذيك سؤال في الموظفين يحط لك بيالة شاي ويروح. ايه ما تمشي. لا احنا لعبوبهم بالبصمة. ما تمشي. هذه البصمة هي العقوبة. عطنا غيره عطنا غيره. شوف ها هاي العقوبة. بصمة الحين. روح يلا يحط لك بيالة شاي على الأقل. يمشي عبد الحكيم غالب. ما على الأقل الأول في دفتر أحوال كذي. وقع وحرك. وقع اسمي يعني الساعة 10 تحط المهم. يمشي الحال. الحين بصمة صيدك وكل شيء على الراتب قص. ما في ما في. اي والله اي والله العظيم. الو هلا مرحبا. من معي؟ الو الو مساء الخير. النور. من معاي الله يسلمك؟ انا حنان. حنان غالب انتي؟ ايوه. معاش برنامج الليوان تلفزيون قطر. يا حنان قصري اول شيء على صوت التلفزيون عشان نقدر نكمل معاك البرنامج. سميني حنان ولا خلها تقصر. الو يا حنان. ما عليه. الو 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 بتكلمك قاعد تقصر على التلفزيون. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير. مساء النور. يا هلا مرحبا. معاكم برنامج الليوان. يا هلا مرحبا. من معاي الله يسلمك؟ صافي عبد الله. فاطمه عبد الله. هني عندنا عبد الحكيم غالب. انت اخته ولا زوجي؟ زوجته. يلا من وين تكلمينا؟ نعم من وين تكلمينا؟ من الدوحه. يا ادري من الدوحه. اسم البرخية. وين؟ منطقة المرخية. 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 ونعم بهالمرخية كلهم. ركبي قطارك، حددي مسارك، توكلي على الله. يلا يبا بنشوف معاكم أول محطة بعدين أول سؤال. خلي الإجابة سريعة، أوكي؟ أنت جزء إن شاء الله. ها؟ ما سويته وكشفوني مرة. والله. مكتبة قطر الوطنية. خلينا نشوف مكتبة قطر الوطنية إيش فيها؟ إيش فيها؟ ما في إلا الكتب. ايه يلا. ايه نوخ الفكر وطابج وقولي لي يوارج ولا ما يوارج. يا محلى العيشه.
تمر مغموس برغو يوارج. ها يلا. تمر مغموس برغو يوارق ولا ما يوارق؟ انت شو تقول؟ انا اقول يوارق. شو تقولين؟ بسرعة الوقت الوقت يلا قولي بسرعة. يوارق. عطوها يوارق. تستاهلين فزتي معانا ب 1500 ريال. هي ترى بس واربع اشواط كذي بس. هي ولا انا؟ لا هي. اوكي. نروح للمحطة الثانية. رواد وين ال سيف عنترة؟ طالبين طالبين القرب. محطة الريال القديم نشوف السؤال مع رواد. بعض. رواد اسم لبناني ما يوارج اصلا. رواد لبناني. الحصبان. الله. كملين ولا تنسحبين؟ أنت الحين معاش 6000 ريال و500، تكملين ولا تنسحبين؟ ها؟ هذا قاعد تسمع من التلفزيون، يلا تكملين ولا؟ ألو؟ نعم نعم معك. تكملين ولا لا؟ ولا بتنسحبين؟ ترى يمكن تطلعين برا، يمكن. خلاص بنسحب. حياك الله. عليك بالعافية، 6500 ريال. ناخذ سحب جديد. عرضنا سحب جديد وفي طب حقيقه الدوحه 360 موقع الكتروني يتبع اللجنه المنظمه لفعاليات اليوم الوطني باشراف مركز قطر للفعاليات الثقافيه والتراثيه. روح يلا روح اب و ها. راح يعرض من خلال مسلسل خارج السرب اعتبارا من 15 رمضان للفنان غانم الصليطي. موقع الدوحة 360 موقع كلمونا حسين السوج. يتبع اللجنة المنظمة لفعاليات اليوم الوطني يعني محطة لكن موقع الكتروني. يلا يا حسين. عطنا غيره. روح عطنا غيره. ألو غيره. يلا روح اينس فاي دراي فير فوم 6 زيبن اخت نويد سين. موقع 360 موقع الكتروني. هيا يوسف ابو شنب. يتبع اللجنه المنظمه لفعاليات اليوم الوطني للدوله باشراف مركز قطر للفعاليات الثقافيه والتراثيه وسيعرض من خلاله مسلسل خارج السرب للفنان غانم صليب. هيا ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قصري على صوت التلفزيون يا هيا. سكرناه. طيب من وين تكلميني؟ هلا والله حاليا عن جد أكل بالوكرة. الوكرة حلو. بعدي صوت بعدي السماعة شوي عشان نقدر نسمعك بصوت صافي. لا أنا حوالي مشجعين. يلا شو تقول؟ خل نسمع صوت المشجعين. وين التصفيق؟ يلا يلا زعفولو. يلا يا يلا يا ابن شنب. روحي يلا قولي بس هوب. طبعا شنبو شنب كان الاول شيء. ايه مؤخر. تدري انا الاول عندي شنب كيلو بكيلو. والله يلا احش في السنه 10 مرات واحول السوق بعد. نشوف اول سؤال. لا خليني بعطيك. اسمعيني، أين يوجد جامع الزيتونة؟ في المغرب أو تونس أو ليبيا؟ في المغرب في تونس. في المغرب أو تونس أو ليبيا. إيه؟ يلا شنو؟ يعني هو يا بين المغرب يا تونس. تونس تبي أنت قولي تونس. تونس. تبي تقولي تونس. أعطونا تونس. صفقة بس. 3000 ريال يا هيا. صفقة. والله أقول هذول يا أخي اللي يشجعون. يلا روحي إن شاء الله يطلع على شيء إن شاء الله. روحي. يلا روحي. هوب قولي هوب. ايوه يلا القصر الابيض. خلينا نشوف السؤال. روح. والله على الحماس هذا يبي لهم صراحه شيء. إيه. طيب ها. ها. يلا ها. يلا اسماعيل. بين الاديب وحسن الحبيب. الحبيب هذا هو الاديب وانا حسن الحبيب. انا العادي. الله اكبر. اقول له دارت غزوه اليرموك في عام 13 هجري. يقول لي لا 21 هجري.
ها مع حسن ولا الأديب؟ مع الأديب ولا مع محمد؟ الوقت الوقت ها 13 هجري. متأكدة؟ يعني مع حسن. متأكدة؟ يلا عطوا. يعني أنا بعرف بين 13 و15. تستاهلين صحيح. و500 ريال. والله يا حسن إنك أنت اليوم أبو شنب. كملي. الله كملي كملي. سووا عرس داخل. كملي كملي. محطة الوسيل. يبي أكلة فلسطينية بس جميلة. يلا. شوفي لنا أكلة بس. شوف السؤال محطة الوسيل. طيب اسمعيني. هاي اسمها القمر ها؟ يا رب يا رب. تتكون جزر القمر. القمر القمر. القمر من عدة جزر تشبه شكل الشجرة. صحيح ولا لا؟ صحيح. صحيح. إن شاء الله صحيح. إن شاء الله صحيح. إن شاء الله. عطوها عدل. لا نايم نايم. مايل. تشبه القمر. مايل. القمر. لا استعجلت أنت استعجلتي. المهم استعجلتي. أن أنت ربحتي معانا 4500 ريال. الوقت للأسف. ألف مبروك ألف مبروك. لكن صراحة يعطيهم العافية تشجيع وحماس غير طبيعي. عطنا سحب جديد إن شاء الله. حق السحب الجديد أنت إن شاء الله نشوف اليوم ناس مثلهم في الحماس هذا. عبد الرحمن سيد حسين كلمونا أبو عوف. يلا يا أبو عوف. يا أبو مشعل لا تعدل من جفاف. زهد في عشرتك خليه. زهد في عشرتك خليه يروح. الله يعني أنت شاعر وأديب وعنترة والقيصر أمس شنو بعد؟ مرهف إحساس. مرهف إحساس وفلاطون. إيه ومخاول الليل. متنبي. هلا هلا عبد الرحمن. السلام عليكم. يا مرحبا. هلا حبيبي كيف حالك أبو مشعل؟ هلا وغلا. شلون حالك؟ كيف حالك حبيبي؟ نور أبو مشعل. بنورك نورك يا عبد الرحمن نورك. من وين تكلمنا يا عبد الرحمن؟ من الريان الجديد. والله ونعم بالريان الجديد وعلى الريان الجديد. عبد الرحمن. أبو مشعل. عبد الرحمن. حياك الله. ما راح نعطيك جائزة لأن نسمع صوت الحماس اللي عندك والتصفيق. الله يجزاك خير. سمعنا صوت التصفيق اللي عندك. إيش؟ نبي صفقة صفقة ها؟ صفقة كبيرة. صفقة كبيرة يا شباب. كم قطارك وحدد مسارك. ما في إلا لحالك. يلا روح تستاهل. وين هذه ما يبشغلي دي؟ تشوف معاك روح. محطة القطار. تعال وين ما يبشغلنا دي؟ بيجيبه بيجيبه يا القيصر. ايش دعوه وانا مطرش انا محطه الرفاع. نشوف اول سؤال. يلا يلا يا عبد الرحمن. هذه وانا مطرش انا. بيجيك بيجيك ها. عطى السؤال. ايه هذا مثل يا استاذي ها؟ مثل خليجي. هل هو عدل المثل ولا انا نكسته عليك يعني عكسته اصبح معكوس؟ حمال بويله علي. حمال بويله عدل ولا معكوس؟ عدل ولا معكوس؟ عدل ولا معكوس؟ حمال بويله. حمال بويله. ايه ما شايف حط عطاره ومشى. يلا بسرعه بسرعه يا عبد الرحمن بسرعه شويه بسرعه. عدل ولا معكوس؟ عدل ولا معكوس؟ عدل 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 عدل. مبروك فزت معنا ب 1500 ريال يا عبد الرحمن. يعني حمال بويلة. أنا حمال بويلة يعني حمال. الحمد لله أشيل الأسية كلها على أكتافي وأمشي بها. الحمد لله. وجهك حلو مشعل علينا. وجهك أجمل حبيبي. مدينة التعليمية. يلا نشوف المدينة التعليمية. مدينة التعليمية. تسلم تسلم تسلم. يا الله تحمي هالعمان الليلة. يا الله يا رب. مبروك دبل المبلغ. تستاهل دبل المبلغ. الله يجزاك خير. وجهك وجهك طيب والله. صار معاك الآن 3000 ريال يا عبد الرحمن وبنروح معاك المحطة الأخيرة ولا تنسحب؟ الله المستعان. لا ما بنسحب إن شاء الله. كمل يلا. كمل يلا خلينا نكمل نشوف. كمل الله المستعان. يقول لك عمان اليوم جايهم شو اسمه؟ إعصار. إعصار. إيه إعصار هواء. الله يروح فيهم إن شاء الله أهلنا وإخواننا في سلطنة عمان. اطلب لهم اطلبوا لهم. محطة السد نشوف السؤال. محطة السد يا عبد الرحمن. الله كريم. يا تكفون يا عرافة المعنى وخلافة. البارحة البارحة ليلتنا مسفرة يعني منورة. مسفرة يعني ايش؟ منورة مسفرة مظلمة مظلمة. عكس مظلمة صح. مظلمة تستاهل تستاهل تستاهل. عبد الرحمن مبروك اخذت معانا 4000 ريال و500 عليك بالعافية.
ناخذ سحب جديد. انت تدري اللي اليوم صايب عمان شنو؟ اعصار. اعصار صحيح. انت تدري ان هذا الاعصار سنه 1925 يلا روح ضرب دول مجلس التعاون من الكويت الى عمان. مهنا المسلماني يكلموننا مهنا زين. انا ارمس عليك اسولف. ايوه بس انا اعطيهم الامر عشان يكلمون. يسمونها سنت الدالوب. سنت الدالوب ترى هذا اللي جايهم كان اعصار. سبحان الله. بس اهل الاولين ما يدرون خابر الحفار مع الحفار قالوا بس هذه الدالوب ودمت محاملهم كلهم. يقول لك نص الخليج كله لا ماتوا. مهنا السلام. مهنا يا مرحبا. مرحبا يا مهنا شلونك مهنا؟ الله يسلمك. حد قال لك قبلي ان اسمك جميل؟ سيدي قالك جاتك يا مهنا على ما تمنى. مهنا من معاك تلفزيون قطر برنامج اليوم. يا مرحبا. كيف الحال؟ مو يتكلمني مهنا من مدينة خليفة. يا مرحبا حي الله المدينة خليفة. حدد مسارك وركب قطارك. وركب قطارك وحدد مسارك. يلا نشوف معاك أول محطة يا مهنا. روح روح. يقول لي دمر محاملهم كله. محطة بن محمود. محطة بن محمود يلا نشوف السؤال. أوكي شعر خلنا نسمع بصوت عبد السلام جيد الله. اذكريني كلما الصيف أتى يحمل البشرى لأرباب الغرام. إعادة. اذكريني كلما الصيف أتى يحمل البشرى لأرباب الغرام. من الشاعر يا مهنا؟ المتنبي اللي هو أنا أقول فهد العسكر. وأنا أقول أحمد الكندري. وجرير يقول أحمد الكندري. شو تقول يا مهنا؟ الوقت يلا. فهد العسكر. فهد العسكر عطوا فهد. فهدتوله فهد العسكر. تستاهل فزت معنا ب 2000 ريال. الكويت الكبير فهد العسكر اللي من قصائد الجميلة كف الملام معللين فالشك أودى باليغيب. كف الملام. محطة الوكرة. الوكرة يلا. معللين. نشوف السؤال معاك يا مهنا. الشك أودى باليغيب. يا مهنا وياك وياك. السؤال يقول لك كم يبلغ طول سور الصين العظيم؟ 2400 كيلو متر أو 1000 كيلو متر أو 5500 كيلو متر؟ السؤال ب 3000 ريال يا مهنا ونبي إجابة سريعة. ها 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 وين هاي؟ يلا يا مهنا يلا يا مهنا بسرعة بسرعة. جوجل جوجل جوجل. ها الوقت الوقت. ثانية ثانية عطوا الثانية. ها والله ما سمعت والله شلون مهنا حرم عليك يا مهنا. انت على كل حال خذيت 2000 وعليك بالعافيه ان شاء الله. اشرب ماي ابي فاصل ونواصل. يلا روح دي قهوه. مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا وحياكم الله في هذه المسابقة الجميلة. ومثل ما شفنا معاكم في الفقرة الأولى بعض الحماس كان موجود والناس استانست. الله يعطيهم الصحة والعافية والله يجعل إن شاء الله اللي بتسامع عليهم طول هذا الشهر والأيام الجاية إن شاء الله. كمل معاكم مسابقتنا وإن شاء الله نتمنى للي بيشاركون معنا بعد شوي الدانة أو الحصبة. يلا بسم الله ناخذ سحب جديد. هوب محمد وافي القحطاني القيصر حياك. اوه شو اللي في يدك؟
يلا سترك يا الله، يا الله سترك يا الله. قيصر ايش رايك؟ وش ذا يا قيصر؟ جميله. التوقيع هذا توقيعك؟ ابا اقول لك محمد مساء الخير. محمد مرحبتين. بوافي كيف الحال؟ محمد اخوي هلا مرحبتين. معك برنامج الليوان تلفزيون قطر. مرحبا حياك الله. كيف المويه تكلمنا؟ اكلمك وين؟ من الريان. الريان حيا الله يا الريان. روح اركب قطارك وحدد مسارك. بسم الله. شفت التوقيعات؟ شفت التوقيع؟ هذا منو؟ قيصر الثاني؟ هذه قيصر الاول توقيعه. هذه قيصر الثاني هي توقيعه. ايه هذا الرقم السري. لا الحين توقيع محطة الكورنيش يا محمد، وبناخذ معاك السؤال الاول. لا بحق التوقيع صح؟ يا اخي شلون سواه؟ هذه حقيقة حبيبي. يلا يا ابو مشعل. ها نوخ الفكر وطابج محمد، انت حطاني ما يحتاج. يوارج ولا ما يوارج؟ فرعت عن الحبارة وصاد التبع. صحيح يا محمد ولا غير صحيح؟ عيده عيده ولا كمر. فرعت عن الحبارة وصاد التبع. يوارج. محمد ها شنو بسرعة الوقت يا محمد؟ يوارق ولا ما يوارق؟ يلا يوارق يوارق يوارق. عطف يا اخوي وينه؟ تعال وين رايح؟ وين رايح؟ حبارة تفرع عنها وصيد تبع. الناس بعضهم ما عنده معلومات يا ابو مشعل، ناخذ سحب جديد يلا. بيزعلون هالكواخ الحين. يلا هوب. هيلا محسن الشافعي. يلا يا هيلا ردي على التليفون. ها وين الحماس؟ هيلا ما تردين. يلا ناخذ سحب ثاني. يعني معقوله تشتركون في البرنامج وما تدرون الدنيا وين؟ زين ردوا على التليفونات حتى لو برا. هوب. خالد سالم هديب والتليفونه مشغول. شكرا يا ابو وليد. ناخذ بعد سحب ثاني يلا. هوب. ممكن توقيعك؟ بسمة محمد حسن. ايش اكتب؟ توقيعك علي المري. ايه خلي وقع. طيب وقع وقع. ايش تبغاني الى القيصر؟ هذا كل القيصر بياخذ هذا؟ ما يصير. ثالث القيصر الثالث. اه خليني اوقع مره واحده. بسمة بسمة بسمة. انا زوجها تفضل. انت زوجها؟ ايه تفضل. بس رجاء اذا فازت بسمة ما تاخذ المصاري لك. والله ان شاء الله بنقدر ناخذها منه. لا بس لحظة يقول لك تنكح المرأة الأربعة. اول شيء مالها يعني انت هي ومالها لك صح ولا لا؟ لا لا يا حبيبي. لا يا حبيبي. لا يا حبيبي. لا يا حبيبي. هذا معك حسن المهندي تلفزيون قطر حبيبي. ايوه تفضل. برنامج الليوان. تفضل اخ حسن. انت معانا في المسابقه. والله منتظرينك من اول رمضان. يا سلام عليك. انت الاخ من وين؟ من مصر. من مصر. ازيك يا حبيبي؟ ازي حضرتك فندم. انت من فين؟ من مصر. من اسكندريه. اسكندريه اقدع ناس. دق الشماسي صح؟ الله يبارك فيك يا رب. دق الشماسي صح؟ يلا دق الشماسي على البلاد. دق الشماسي يلا. اركب القطر ويلا. من هنا الى المنوفيه. دق الشماسي أغنية صح؟ دق الشماسي في لي 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 محطة المطار. يلا نشوف معاك أول سؤال يا ما عرفتنا باسمك. مصطفى. مصطفى. مصطفى يا مصطفى وأنا بحبك يا مصطفى. مصطفى الله يبارك فيك. مصطفى السؤال يقول ما اسم مركبة الفضاء الأمريكية التي انفجرت عام 1986؟ ديسكفري أو أبولو 11 أبولو 11 أو تشالنجر؟ يلا 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 يا مصطفى. يا بلك يلا يا صبي. ها مش عارف والله. اختار بسرعه الوقت. الوقت قول قول بسرعه. يلا يلا 11 بين ديسكفري وديسكفري وبين تشالنجر. تشالنجر حطوا له تشالنجر. يلا تستاهل 3000 ريال يا مصطفى. دلوقتي احنا ساعدناك بقى يا ابني. الركع القي. الرك الركع القي. يلا نشوف المحطة الثانية يا مصطفى.
يا مصطفى. محطة راس أبو عبود. نشوف معاك السؤال. وعلى البلاد. انقطع. فاز معاني ب 3000 ريال لكن انقطع. ليش يا مصطفى؟ هو على باله شو اسمه انه اخذ 3000 وخلاص انتهى الموضوع. الله يسامحك والله. يعني 3000 حولها جنيه. عطها بسمه. يلا ناخذ سحب جديد. عطنا غيره يبا يلا روح. طيب قل لي. وقعت دوري. انت قبل شوي قلت الرك على شغله فلانيه، شنو معناته ابو مشعل؟ شلون الرك ما فهمت؟ تقول الرك على الجاي. الرك على الجاي يعني اللي جاي. يعني شغل خد بالك خايف خد بالك منه. يلا ناخذ سحب جديد. خد بالك منه. عطونا سحب. روح. يلا. دقوا الشماسي على البلاج، دقوا الشماسي. هيفا علي الحضرمي، كلمونا هيفا. هذه أغنية حق عبد الحليم حافظ في فيلم. ألو. أبي فوق الشجرة. هيفا مساء الخير. هيفا مساء النور. مساء النور. مساء الخير. هيفا مع من وين تكلمينا يا هيفا؟ أتكلم من البيت. الله توني وصل البيت. وين؟ توني وصل البيت من غرافة. من غرافة. أنت ساكنة في الغرافة صح؟ أيوة من غرافة. عندكم زحمة في الغرافة صح؟ حاليا ما في زحمة والله الشارع. على الشارع اليوم. أنت في السيارة ولا في البيت الحين؟ لا لا في البيت توني وصل أقول لك. يلا تركبين قطارك. أي. وتحددين مسارك. يلا بسم الله. هيفا. نعم. نبي الأجوبة تكون سريعة إن شاء الله. بسم الله. نشوف أول محطة يا هيفا. يلا. محطة متحف قطر الوطني. نشوف محطة متحف قطر الوطني. سؤال ماذا الأول. ماذا هنا يا ترى؟ بسم الله. ما راني جني. يلا. عدل ولا مايل؟ الحيوان. أوكي لحظة اسمعي أول شيء بعدين جاوبي. الحيوان الذي إذا قطعت أحد أذرعته تنمو مرة أخرى هي نجمة البحر، صحيح ولا صح. غير صحيح؟ صح صح. عطوها عادل. عادل فزت معانا ب 1500 ريال يا هيفا. نجمة البحر تفهمني هي جات يعني هاي ما تموت. لا ها يلا هذا يعني كنا نروح المحطة الجذعية بروحة تجدد من هو فيها. اي والله محطة الشيخ جوعان. اي يلا نروح مع محطة الشيخ جوعان نشوف السؤال. السؤال يلا. ايه هذا مثل قطري خليجي معروف بس انت قولي لي انا بقرا لك المثل وقولي لي هل هو هل هو عدل ولا انا يعني لعبت فيه عكسته سويت فيه شيء. يا عدل يا معكوس. اهديب لقام قومتن. اهديب لقام قومتن سرني بها. اهديب طبعا. ايه ها صحيح ولا غير صحيح؟ ممكن مرة ثانية تقول لي. هديب لقام قومتن سرني بها. هديب يعني نوع من الجمال من الجمل القوي. سرني بها. عدل ولا مايل ولا معقول؟ عدل عدل عدل. هديب لقام قومتن سرني بها. فزتي معنا 3000 ريال يا هيفا ولازم تنتهي الوقت. السيستم ترى قصاب ما هو سيستم هذه قصاب. قيصر وعصا القيصر والله العظيم قصاب. يلا المحطة أم غويلينا. أم غويلينا. نشوف إيه. السؤال. هديب لقام قمت تنسرني بها. هيفا نص المبلغ راح. نص المبلغ راح وفزتي معانا ب 1500 ريال يا هيفا. وعطنا غيرها. الله يعطيك العافية إن شاء الله. يلا يلا وايز فايد راي فير فوم سيك زيبن اخت نويد سين. ثبت. خالد وليد العبد الله. خالد وليد العبد الله. كلمونا بوليد. بس والله شيء جميل. وليد مساء الخير. مساء النور يا هلا. مسابقة الليوان من تلفزيون قطر. يا مرحبا يا هلا. وين تكلمنا يا بوليد؟ والله من مدينة خليفة الحين. نبي حماس يا بوليد يصير ولا ما يصير؟ لا يصير ان شاء الله. أنت في المجلس ولا برا؟ أنا في المجلس. نبي صفقة الشباب اللي في المجلس أول شيء. وين طلعت منهم؟ قاعد. خلاص. يلا يا بوليد
اركب قطارك وحدد مسار. نروح معاك اول محطه. يلا ان شاء الله. اي تقول عصا القيصر؟ ها ايش تبي احولها لك يعني؟ تقدر بالعصا تسوي كل شيء. تبي برج؟ لا 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 واجد علي، ابي بيت. محطه بيت. البدع احلامك. 1200 متر يا سلام. احلامك نعمه بصير. من الله احلامك نعمه بصير. من الله يا ابو مشعل. اي والله انا بسيط. نشوف السؤال معاك يا ابو وليد. ايه يلا. تكفون يا عرافه المعنى وخلافه. الهوى شمال امس ومصلب وخلافه مصلب، شو نقول؟ شنو عكس مصلب؟ الهوى مصلب. ايه ها عكسه وشو؟ بسرعة. اي بسرعة يا ابو وليد. الهوى مصلب وخلافه مصلب، عكسه وشو؟ لين. لين يا سلام عليك. عطوا لين. عطوا لين. فزت معانا ب 1500 ريال يا ابو وليد. امس الهوى صلب واليوم مدوب. نروح روح المحطة الجاية يا وليد. ها جاب محطة عقبة بن نافع. نشوف معك السؤال، وقيمة السؤال هو 2000 ريال. يلا يبا جاب. اسمع صوت يا لعينيه ويالي منهما، فيهما دفء وإشراق وسعد. عيده. يا لعينيه ويالي منهما، فيهما دفء وإشراق وسعد. وليد هلا. المتنبي يقول لك هدى أشكناني، وعنترة يقول لك الدكتورة سعاد الصباح. قيمة السؤال 2000 ريال يا أبو وليد، ايش تختار؟ أي شاعرة؟ والله نروح مع الصباح. دكتورة سعاد يلا عطوه الدكتورة سعاد، تستاهل 2000 ريال. صار معاك 3000 ريال و500 يا ابو وليد. خلني اتذكر بيت. تنسحب ولا تكمل المحطه الثالثه الاخيره؟ لا لا نكمل ان شاء الله. تكمل. كفو عليك. كفو. خلني اتذكر بيت حق الدكتوره سعاد. تذكر الله يسلمك. تذكر ومسك العصا وشوف محطه المنصوره. نشوف معاك السؤال الاخير يا ابو وليد. خلني اتذكر. يلا يا رب. ها وليد هلا. ما هي مدينة الضباب؟ روما أو مدريد أو لندن؟ لندن بعد ما يحتاج. يا سلام عليك. يا سلام عليك. قيمة السؤال 3000 ريال وصار معاك 6000 ريال و500 يا أبو وليد. عسى فيها إن شاء الله ألف عافية. تذكرت ولا ما تذكرت؟ لا لحين نلثم الكف الذي شلون يا أخي ما تذكر. أعطونا سحب لأن يتذكر أبو مشعل. أيوة القيصر أبو مشعل. والله يا أخي الدكتور سعاد تكتب شعر جميل. من مدرسة نزار غباني. يلا هذا من الأردن. إيه تقول الكويتيون باغون هنا. ندى تيسير أبو ناصر من المملكة الأردنية الهاشمية. كلمونا ندى. هلا قلب عقالك يا ولد. أفا أفا يا ندى أفا. هلا والله النشامة. شوفونا رقم ثاني. يلا حنا لليل لليل حنا للخيل للخيل ناكل بر أب. نلثم شلون؟ وش ذي الرقم؟ سوزان أحمد أبو عطونا سوزان. الكويتيون باغون هنا وجميع العرب الأشراف باغون هنا. سوزان ردي على التليفون. الذي إن الرقم المطلوب غير صحيح. عطونا سحب جديد. عطنا غيره. عطنا غيره. يلا ايش رايك في الربع اللي يأكلون العشاء ويخلوني؟ خذني الفوضى والطفولة. الأردن نفس الطريقة. المملكة الأردنية عشان أنيس سمير بواب. كلمونا أنيس. أنيس كمل قصيدتك الأردنية اللي قبل شوي أو الأغنية. بس خلاص. القيصر ويلك يا اللي تعادينا يا ويلك ويل بو على يوم سمير توفيق. عاد شلون شلون بالله صبوا هالقهوة وزيدوها هيل. هلا عظهور ولا خير قهوتنا للأجواد أول باد. لا 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 والله إنك فارس وقيصر. لا لا وراعي بحر. شلون ألو لا لا يتغني عندي أغنية على عقال مرعز. أنيس السلام عليكم. ألو هلا أنيس. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا هلا والله. معاك تلفزيون قطر برنامج نيوان. أهلا وسهلا أنيس. من وين تكلمنا؟ من الأردن. أنا من عمان. والله من عمان. من وين؟ من عمان. عمان منطقة خلدة. خلدة أوه منطقة جميلة. شلون الجو عندكم في خلدة؟
والله كويس يعني له كم من يوم حار بس الحمد لله كويس الأيام منيحة الحمد لله يعني حوالي 30 بالنهار والعشرينات أول عشرينات بالليل. يلا يا نيس خلنا نروح معاك أول محطة. تحية لإخواننا في سفارتنا في عمان عبد العزيز السادس جزاك الله بالخير. إيه محطة القطيفية نروح معاك أول سؤال يا أنيس ونبي إجابة سريعة. شافي بدنا مساعدتكم. شافي بن محمد مساك الله بالخير يا أبو محمد. يلا يا أبو مشعل. أنت طبعا أردني صح؟ أنيس أيوه أقول سؤال. نوخ الفكر وطابق وقول لي وارج ولا ما يوارج. نوخت معيزي السنة كلها في البحر. ما يوارج أو يوارج صحيح أو خطأ؟ نوخت معيزي كلها السنة في البحر. أي. ما يوارج أو يوارج. ما يوارج صحيح أو يوارج يعني. ها يلا يلا يا نيس. ما يوارج يلا صحيح. ما يلا عطوه ما يوارج خطأ. ما يوارك 1500 ريال يا أنيس فزت معنا لغاية الآن. نروح معاك المحطة الثانية. نروح المحطة الثانية يلا ونقطك الليلة في سيتي مول إن شاء الله. يلا الدوحة للمعارض والمؤتمرات. نشوف معاك السؤال. من الأردن ليلة التعاليل. نشوف معاك الفيديو هذا يا أنيس يلا. حضرات الأخوة المواطنون أعضاء مجلس الشورى، بسم الله العلي القدير أفتتح هذا الاجتماع الأول لمجلس الشورى الذي قضى بإنشائه النظام الأساسي المؤقت المعدل للحكم في بلدنا العزيز ليعاون برأيه على معالجة شؤون الدولة في مختلف النواحي. أنيس ايوه في اي عام افتتح المغفور له ان شاء الله شيخ خليفة بن حمد الثاني امير دولة قطر مجلس الشورى؟ هل في 1972 وبالتحديد 1/5/1972 او 1980 أو 72 بسرعة يا أنيس أو 72 يعني بالأبيض والأسود أعتقد 72 1/5/72 72 عطوا 72 عطوا 72 أنيس أنيس صار معك الآن 4500 ريال قطري وبنروح المحطة الأخيرة ولا تنسحب؟ والله والله ما نعرف 4500 والله بنسحب بنسحب أكيد يا أنيس والله بنسحب. يسلم ايديك شكرا. الله يحييك غنوع تستاهل وعليك غنوع. بالعافيه ان شاء الله ناخذ سحب جديد. عطنا سحب اخر. روح روح طب خاف من صوتك طب. غرسه محمد مبارك. غرسه ولا غريسه؟ غرسه. كلمونا غرسه محمد مبارك. شوف الحفر شلون شوف الحفر شلون في الرخام. شغل قيصر شغل روماني. طبعا الله اكبر. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو غرسه يا غرسه. ليش يا غرسه؟ يلا سكر الخط سكر والخط ناخذ سحب جديد. روح زعل الغيصر. روح يا علي روح روح زعل الغيصر. اوب علي ابنه علي من اللي قلت له سويت علي علي سالم جابر علي. الغواص كلمونا سالم. منو علي عندنا غيرك؟ لا ما جابر جابر تصدق واحد اسمه جاسم الليلة بغينا نسوي له السكر بغى يموت عشان السكر؟ بغى يموت. الله يسامحك يا ابو جابر تحط رقم في مطرد شجاع. عطونا سحب جديد. ايش دعوة يا جاسم ابرة صغيرة خفت منها؟ روح قاعد يتنافض ها؟ يا ساعتين ساعتين لين ربطناه ربطوه. الريم محسن الشهواني خلونا نكلم الريم يلا وتلفونها مشغول. سحب جديد. لكن ايش طلع السكر عنده 90 يعني ولا شيء يا طفل. طب
وبعض العرب 250 300 آمنة خليفة البادي كلمونا آمنة وخاف جاسم من الإبرة بيتروع أقول لك بغى يموت تقول مدينة غرفت آمنة مرحبا آمنة أيوة مساء الخير أهلين مثل النور برنامج الليوان من تلفزيون قطر أي هلا حسن المهندي وعلي المري إن شاء الله جاهزة للمسابقة إن شاء الله من وين تكلمينا من الدوحة هني نبي حماس ونبيكم تجاوبين بسرعة إن شاء الله أكلي سماعة لا لا بدون سماعة لا لا تكلمين بسماعة شيلي سماعة كلمينا من التليفون العادي قصري على التلفزيون نأخذ معكم أول محطة يلا نروح أول محطة روح أول محطة محطة المسيلة يا آمنة نشوف السؤال الأول السؤال الأول يقول ما هي أهم دول العالم إنتاجاً للموز الإكوادور أو الفلبين أو روسيا صحيح تبتلع على الفلبين الجائزة قيمتها 3000 ريال ها لحظة الفلبين ولا الإكوادور ولا روسيا بسرعة الفلبين قرار نهائي قرار نهائي الفلبين أيوه تبتلع على الفلبين الإكوادور ليش استعجلتي ليش؟ يلا هارد لك إن شاء الله يا آمنة وناخذ سحب جديد سحب جديد يلا يوم مشعل ثبت أها سلطان عميران ألف هيدا كلمونا سلطان القيصر السلام عليكم السلام مرحبا مساك الله بالخير سلطان مرحبا ومسهلا كيف الحال؟ الله يخليك معك برنامج الليوان تلفزيون قطر مرحبا ومسهلا بارك الله عليك ما تبقى من الشهر الله يبارك في عمرك سلطان وين تكلمني حبيبي؟ أكلمك من السيلية المعراض والله ونعم بالسيلية وأهل السيلية والمعراض كلهم أركب قطارك طال عمرك وحدد مسارك سلطان نبي إجابة سريعة ونبي حماس هل المعراض قبل السيلية ولا أكيد هي السيلية مو على كيفك السيلية خذ الكلام محطة مستشفى حمد يا سلطان نشوف معاك السؤال الأول شو يعني اللوحة طبعا. مكتوب المعراض ومكتوب السي يلا بين الأديب ألو نعم معاك اسمع معاك. اسمع اسمع السؤال اسمع أقول له قياث ابن غوث الثعلبي الشاعر الأموي أطلق عليه لغب الأخطل وهو يقول لا أطلق عليه لغب ابن الفارس أنت معاي ولا معاه معاك معاي معاي يقول معاي عطوه حسن يلا قيمة السؤال 1500 ريال وتستاهل يا سلطان روح الله يعطيك العافية روح المحطة الجاية أنت يا الأديب ما عندي أنا طيح والله ضيعت الكتب كله أنا مسكين يا أخو يدخل في بطون الكتب الليلة تدري اني انا مسكين؟ ها؟ ادخل في بطون الكتب الليله ان شاء الله بحاول اشربهم ابشر محطة الوعب الوعب الصيام بعدين لا تنسى الصيام والجهد وهذا والرياضة ادانا الله يعطيك العافية الله يعطيك العافية يا فاطمة اي والله اجيبكم يا سلام عليك يا سلطان 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 بتنسحب ولا بتكمل ترى ما في مجازفة قوية 21500 ها يمكن تطلع برا يمكن تفوز بيض الله وجيكم بانسحب بتنسحب الله يحييك الله يحييك الله يحييك الله يحييك عجل راحت الحين لا تعطيني بريك عطني 1100 بريك فاصل Thank you.
مرحبا فيكم مشاهدينا، ورجعنا لكم بعد هذا الفاصل، ومعصى القيصر موجود الله يعطيه الصحة والعافية، تعال حياك يا القيصر. رجعنا لكم في مرحلتنا الثالثة والأخيرة، وإن شاء الله وبإذن الله أن يتم بعد أيضا يطلع لكم دانا والحصبة والجوائز إن شاء الله القيمة. نروح معاكم لسحب جديد، أعطونا سحب جديد يا شباب. العصا هوب، عفاف عبد العلي، يلا يا عفاف رد على التليفون. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. عفاف مساء الخير. عفاف يا عفاف، عرفتك. انا ما راح ارد على الاتصال الجاي، رد انت. اب اب 1 2 3 4 5 6 7 8 يلا. معاوية قال لي بيتعدينا صح يا اخي، ما هذه كشخة القيصر يسمونها. الو مصطفى 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 لا 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 صراحة. الو مرحبا. هلا مصطفى، كيف الحال؟ من انت؟ معاوية. ايوه معاه. وشلون حاط اغنية مصطفى في تليفونك؟ مصطفى من؟ الاغنية اللي عندك رنتك. يلا ما ادري يا فودافون يعني مو بنلحى. يلا ما علي يا معاوية، معاك برنامج الليوان تلفزيون قطر. يا مرحبا. جاهز؟ وين وين تكلمني يا معاوية؟ جاهز، انا موجود، انا في الشارع سايق. عند الاشارة؟ سايق سايق في الشارع. اركب قطارك، اركب قطارك وحدد مسارك. يلا يبا نروح معاك اول محطة. ناصب اليبر مطوار، الله يرحم الوالد، الله يرحمك يا يبر مطوار، بارك عليكم الشهر. محطة الريان القديم. الريان القديم. ابري يا ناصر، ابري ابري. شوف اول سؤال معاك يا معاوية. ما يلا اسمعني معاك. المؤرخ والرحالة والباحث البغدادي أبو الحسن المسعودي هو مؤلف كتاب مروج الذهب، عدل ولا مايل؟ Again Again. المؤرخ والرحالة والباحث البغدادي أبو الحسن المسعودي هو مؤلف كتاب مروج الذهب، صحيح ولا لا؟ عدل ولا مايل؟ بسرعة بسرعة. صحيح صحيح، عطوا عدل. فزت معانا ب 1500 ريال يا معاوية. نروح معاك المحطة الثانية. طيب إبرة سكر تخوفك؟ راحوا ها؟ راحوا يا طيبين. رعب. محطة المنصورة. نشوف معاك السؤال الثاني يا معاوية. عبد العزيز طالبك بكرة كررها مرة ثانية عليه. إيه. معاك. هذا عندي مثل. شوفه إذا غلط صحح لي، وإذا صح قول لي صح. الشجاعة تغلب الكثرة. غلط. غلط. وش الصحيح يا معاوية؟ الكثرة تغلب الشجاعة. يا سلام. صحيح. روح. وخذيت معانا 1500 ريال وصار عندك 3000 ريال يا معاوية. روح. نروح معاك المحطة الأخيرة. دانا. الله كريم، يسمع على ما قالوا ربعنا، من بؤك ربنا، من بؤك لسبب السامة. محطة عقبة بن نافع، نشوف السؤال معاك يا معاوية. عقبة بن نافع. طيب طيب بسم طيب. الله. أها إيه تكفون يا عرافة، المعنى وخلافة تمرن العام جديد وخلاف جديد، شو نقول؟ وش عكس الجديد؟ القديم. قديم تمرن العام جديد وخلاف. أقول لك أم هالتمر اللي من الجزائر. بيض الله وجهك، صار معك 4500 ريال. دقلها يا معاوية عليك العافية. السكر. عطونا سحب جديد. شو تقول الدقلة هذا؟ أيوف. شيء. هالي من الجزائر. إيه. عجيب. مجدول عاد هاي ما شفته، طرش لي المجدول أشوف. حمد سالم الفطيس. كلمونا. أنت هاجي طال عمرك إذا ما قدامك يا لوك تمر ولا ما تستأنس. ايه 10 بلال مصففات و20 20 20 مسند. والله الهاجم ما يحط مسند. 10 يستاهلون يستاهلون الهواجر ربعنا. تشوف غير حمد. يلا يا ابو سالم افا، يلا عطونا واحد ثاني. بن فطيس راح.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوه رقم حلو هذا جميل. سالم حفيظ المكسور كلمونا سالم حفيظ ولا حفيظ؟ حفيظ تراهن تراهن يلا حفيظ. يا سالم يلا يا ابو حفيظ طق طق روح يبا. والله في مسلسل حقيقة هي على القناة الكويتية اسمه ما خفي عظم جميل جدا تابعوه ترى والله حلو. خليفة غيث الكواري كلمونا خليفة كلمونا يا أخي يا أخي ما حس البلام هذه ما له حل والله ما له حل خليفة والله عليكم مساك الله بالخير مساك الله بالنور مسابقة الإمام من تلفزيون قطر يا مرحبا ومسهلا مو غيث الله يمسيك بالخير يبا الله يمسيك بالنور والسرور شلونك الله يسلمك ويعافيك وين تكلمني خليفة من تحيل هلا حي الله أهل تحيل الله يحييك ليكون قاعد عند مطر بن علي لا لا روح يلا يا خليفة روح معك أول محطة مسوي له ميلس متر في متر وقاعد فيه ليش قال بس هي حق رمضان كاهن والله تقول كاهن أول محطة محطة العزيزية العزيزية نشوف معك أول سؤال يا خليفة قصيدة خلنا نسمع عبد السلام جد الله تبدو كأن لا تراني وملء عينك عيني ومثل فعلك فعلي ويلي من الأحمقين عطونا إعادة تبدو كأن لا تراني وملء عينك عيني ومثل فعلك فعلي ويلي من الأحمقين الياس أبو شبكة شاعر لحظة شوي بين المتنبي وشوقي جدال من قائل هذا البيت مربط السؤال الياس أبو شبكة ولا الأخضر الصغير الياس من؟ أبو شبكة ولا الأخضر الصغير اللي قال القصيدة أبو شبكة جلس منها شبكة خبر يلا بسرعة أبو شبكة الأخضر الصغير ولا بسرعة بسرعة اختار لا أخضر عطوا الأخضر الصغير تستاهل معانا 2000 ريال الصغير. يا خليفة نروح للمحطة الثانية وخل جوابك سريع يا خليفة قول هوب محطة البدع البدع عند السودان نشوف السودان ايش عندهم شو سؤال السودان سؤال قيمته 3000 ريال يا خليفة يقال إن المرء بأصغريه فما هما الأصغران الفم واللسان أو القلب واللسان أو العين واللسان يلا يا خليفة القلب واللسان القلب واللسان بسرعة بسرعة يا خليفة القلب واللسان تستاهل صحيح صحيح القلب واللسان 5000 ريال يا خليفة نروح معاك الحين قلبك انت يمين ولا يسار تنسحب يا خليفة ولا تكمل معاك 5000 ريال خليفة أكمل يا هاي كواري يبا يلا روح قوي 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 يلا قوي زين محطة الرفاع نشوف معاك السؤال يا خليفة ني ولا ني شنو قلبك في النص غير في النص يا سلام عليك يا خليفة مبروك يا خليفة انت عندك المبلغ وعندك 10000 ريال بس انا قلت لك اكمل بيض الله وجهك يا خليفة وأبو مشعل بعد قال لك كمل 10000 ريال طيبة حياك الله حياك نص الدانة حياك الله يا الكواري يلا عطوا له سهل أبو مشعل تقول غريبة يعني لما يكون هب شلون غريبة يعني يكون هذا 09 من العراق هاي العراق إيه أنت لأنك في أمر تدل الكل يكلمونك هالبصرة هالبغداد يا حلوهم إيه والله مصطفى الدليمي والله هالكوت ناس هالدوق إيه طبعا ناس عندهم فن والله عندهم الفن مصطفى الو مصطفى كيف حالك معاك معاك هاي معاك كيف الحاله معاك تلفزيون قطر برنامج الليوان سهلا من وين تكلمني من العراق حبيبي الصوت بعيد الصوت بعيد شوي الصوت بعيد اي حبيبي اقول لك من وين تكلمني عيني من العراق انا من محافظه دياله دياله
عيني اركب قطارك وحدد مسارك وحط عيني وحط مرينا فيك محمد وحنا بقطار الليل وسمعنا دقق هوا. الله عليك وشمنر شمتين. بروح معاك محطة المسيلة ونشوف معاك السؤال الأول. ريل صيح بقهر صيحة عشق يا ريل. مصطفى خليك سريع معانا الله يخليك. أنا كنت منتظرك من بداية يوم الرابع أربعة من رمضان. الله يحييك يا ولد ديالة. نوخ الفكر والطابق وقول لي يوارق ولا ما يوارق. اسمع يا ولد ديالة، انتو هالحلال، انتو هالغنم، انتو هالبل، انتو هالكل شيء. انا بعت المطايا بعت المطايا السنة تمنحت الغنم. الغنم صحيح ولا غلط؟ يصير يعني اني ابيع الحلال وهذا واحط الغنم؟ صحيح. يوارك طبعا يوارك. فزت معنا ب 1500 ريال يا مصطفى. روح عيني لا تعاشر البذات والمال التالي. عندهم التمن. قلت التمن عندهم التمن العنبر. يلا انت ذقت التمن. المحطة الجاية الدوحة للمعارض والمؤتمرات. نشوف معاك السؤال يا مصطفى. فدوى لعيونك. عطوا السؤال، عطوا ولد ديال السؤال. يسلم عيونك ابو مشعل. هلا. ما اسم عاصمة بولندا؟ وارشو، برلين، وارشو. يا سلام عليك. وارشو. صار معاك 4500 ريال. روعيني. مصطفى تنسحب ولا تكمل؟ معاك 4500 ريال. روعيني. هاي مصطفى. هاي خلنا نسحب خلاص. ليش يا حبيبي؟ ليش ما تكمل؟ ليش ما تكمل؟ بتنسحب؟ كمل ساعدني. والله انا بساعدك لكن في الخروج ما اقدر، لكن يلا. في السؤال ممكن اساعدك. يلا نروح المحطه الاخيره. يلا كمل يكون تاكل الليله. شو اسمه؟ لا ساعدني كمل. يلا. لا ما نبي جيمر، نبي مسقوف. يلا نروح ناخذ المحطه. نبي مسقوف بغداد. او على راسي وعلى عين المسقوف. اجيب لك المسقوف. طول بعمرك. محطه الشقب. نروح للسؤال الأخير. كلت مسكوت؟ أوه واجد. بين الأديب وحسن الحبيب حوار. أنا قاعد أقول للأديب، أقول له شو؟ بناء بين المسجد بين الحرام. بين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى هناك 44 سنة فاصلة. يقول لي 70 سنة. معاي ولا انا اقول حسن؟ خلك مع حسن عيني. ما حسن ناجح انت عيني. تستاهل. مبروك عليك 6000 ريال يا مصطفى. عليك عيونك 6000 ريال وطرشني بس تمن عنبر. يلا عطنا سحبجد. انت ما رحت بغداد؟ ما رحت بغداد. افا كنت مشغول في الدوام. ناصر الخليل. عبد الله احمد عبد الرحمن. كلمونا عبد الله. بعد مديرك ما يرد. كلمناه البارح احنا بنبارك له برمضان، قال يمكن يبي مني شيء. عبد الله مساء الخير. عبد الله هلا والله. كيف الحال يا عبد الله؟ الله يسلمك يا بيك. معك تلفزيون قطر برنامج الليوان. يا مرحبا ومسهلا والله. كيف من وين تكلمني يا عبد الله؟ ها؟ الو لبيت. من وين لبيت؟ في منى. وين تكلمني بعد منى؟ ما نروح، ما يخلونا نروح. ام صلال حي الله ام صلال. روح يا عبد الله اركب قطارك وحدد مسارك. نروح معاك اول محطه ونشوف وين بيودينا. القيصر. والله من سنين قوه وقعت المنطقه الاقتصاديه يا عبد الرحمن. نشوف معاك اول سؤال يا عبد الله. انا روحيني الحين اليوم دايرة. السؤال الأول قيمته 1500 ريال. بسم الله. نزار قباني هو القائل بالقلب نحب وبالعقل نكره وبالاثنين نصاب بالجنون، عدل ولا مايل؟ إذا هذه كلام نزار قباني أنا أقول عدل. أنت شو تقول مايل؟ أنا أقول مايل. شو تقول يا عبد الله؟ أنا أقول عدل. قول مايل توكل على الله. أنا أقول عدل. ها؟ قول مايل إن شاء الله توكل على الله. آخر شيء؟ إيه عطوا ماي.
صحيح تستاهل يا عبد الرحمن. وقائل هذه المقولة هو جبران خليل جبران. شكرا. نروح معك المحطة الثانية. نروح المحطة الثانية. مسكين محطة السودان. السودان. يلا نشوف السؤال شو يقول يا عبد الله. نبي إجابة سريعة. دال. ضيع المسار والحط أرضى عوما سد بالردي روح وطي في كل قطار راح وطي. سمع صوت محمد المري راح وطي. محمد المري سن ملحن مسلسل أي مسلسل إيه خارج السرب مع غانم المصليطي. أول تجربة له في السلام الدراما. ساك الله بالخير. عيد عليكم السلام. وين رحت؟ والله هلا 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 أبو سيف. هلا والله معاك تلفزيون قطر برنامج الليوان. يا مرحبتين الشيخ. هلا والله الشيخ أبوك وأنت ولده. الله يحفظك يا رب إن شاء الله ويسعدك. الله يخليك ويرحم والديك. بارك عليك بالشهر إن شاء الله. علينا وعليك. الله يرحم والديك. الله يوالدينك الجنة يا رب. عيد ما تكلمني يبا أكيد من اسمي اسمه. لا والله أنا أصلا من مدينة خليفة الشمالية. يا مرحبا حي الله المدينة خليفة الشمالية. الله يحييك. روح يا حبيبي اركب قطارك وانت تكلمني كمل. أنا أكلمك الدورية. دورية؟ ليكون شرطة. نعم. ألف تحية لوزارة الداخلية والموظفين المداومين في رمضان كل الأوقات. الدوحة الجديدة. الدوحة الجديدة. يلا يحييك يا رب إن شاء الله يسعدك يا رب. شوف السؤال. عندي مثل يستخدم في قطر طبعا وفي دول الخليج ويعني معظم الدول العربية تقريبا. نعم. يقول المثل العزم أخو اللزم. هذا المثل عدل ولا معكوس؟ العزم العزم أخو اللزم. لا معكوس. العزم أخو اللزم. قرار نهاية عيد. نهاية. ها العزم أخو اللزم. بسرعة بسرعة. إيه قول. يعني أنت مداوم وحنا نبغى نساعدك لكن خير بغيره يا أبو سيف. العزم أخو اللزم. لي عزمت على الشيء. هوب جابر علي الدحابيب. كلمونا جابر. أبي بكتب قصيدي في كل ليلة. شاعر بعد. جابر مساك الله بالخير. مساك الله بالنور الشروق. برنامج الليوان من تلفزيون قطر. حياك الله. معاك علي المري وحسن المهندي. مرحبا بكم. القيصر القيصر. مو وين تكلمنا يا جابر؟ والله حاليا في الريان. طيب نروح معاك اول محطه يا جابر ونبي منك الحماس والسرعه. واركب قطارك جاي. وحدد مسارك. بسم الله. خليك منتبه يا جابر. طيب. الله يا جابر عسى تنصاص. محطة الشيخ جوعان ونشوف معاك أول سؤال يا جابر. يا جابر عسى تنصى. تكفوني عرافة المعنى وخلافة. الزنجفرة لابس مدروية وخلاف مدروي شو نقول؟ إيش؟ الزنجفرة لابس مدروية وخلاف مدروي شو ما شو نقول؟ مدروي. ايه الزنجفره لابس مدروي وخلاف مدروي شو نقول؟ بسرعه يا جابر الجواب. الزنجفره مدلوب. انتهى الوقت. مدروي يعني لبست عدل. صعب. وما دام في المخبز جديد باكر اكيد بنلتقي الاسبوع على خير. في امان الله.